عودة لكم مشاهدينا الكرام من جديد. التعليم الوطني الإلكتروني راح نناقشه الآن في دائرة الطرح. بعد أن اجتاح العالم مفهوم التكنولوجيا والعولمة والمساعي الحثيثة لتطوير المنظومة التعليمية، جاءت المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني لتواكب هذه الطفرة الإلكترونية وتربط ما بين الطالب والمنزل والإدارة المدرسية في شبكة واحدة، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في رفع الطاقة الإنتاجية للمعلمين والقيادات التربوية. للتعرف بشكل أكبر حول هذه المبادرة ينضم إلينا في الاستديو صاحب فكرة المبادرة الوطنية التنموية للتعليم الإلكتروني الأستاذ المهندس عبد العزيز الفرحان. حياك الله مهندس، وهذه ساعة مباركة أمانة. الله يحييك ويسلمك، أنتم اللي مشكورين على الاستضافة هذه، ودائما يعني أنتم مبادرين في تصديد الأضواء على المبادرات الطيبة المناعة. تستاهل أمانة. مهندس، بداية لو بناخذ بشكل سريع، شنو هي المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني؟ زين، قبل لا ندش بشنو هي المبادرة الإلكترونية، خلينا نتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام. ممكن. يعني عندك عيال ولا ما عندك عيال؟ عندي. واحد بسم الله. ايش كبره؟ خمس سنين. خمس سنين؟ إيه. لما كان عمره سنتين وثلاث سنين كان يستخدم ايباد. اي شو يشوف فيه؟ اليوتيوب. من سنتين يوتيوب يفتحوا له برامج العاب العاديه، يحاول انه يتواصل يعني. فالتكنولوجيا حتى الصغير، ايش اقول لك؟ يعني قبل ما نحلم ان واحد طفل عمره سنتين يستخدم التكنولوجيا. صح. الحين تروح بعض الدواوين حق الشباب 70 سنه 75 سنه وما شاء الله ماسكين واتساب وسناب شات وانستغرام. فالتكنولوجيا صارت عنصر اساسي. صح. في حياتنا. احنا في المبادرة الوطنية شفنا ان في عوامل كثيرة متوفرة في وزارة التربية، مثل الانفراستراكشر من ناحية الانترنت، السبورة الذكية في مدارس الثانوية، التابلت موجود موزع على جميع الطلبة وعلى جميع المعلمين في المرحلة الثانوية، هناك البوابة الإلكترونية لتربط البيت والمدرسة مع الإدارة المدرسية والمعلم، كلهم مرتبطين في بعض، هناك في محتوى إلكتروني. فاحنا دورنا كيف نفعل هذه الأمور ونربطها مع بعض ونطلعها بصورة حلوة. هي فعالة الآن ولا جئتوا عشان تفعلونها؟ جينا أساس نفعلها. يعني وزارة التربية في أمور كبيرة عملوها وقطعوا شوط كبير ووفروا الأمور هذه كلها، فإحنا نبي ننشط الأمور هذه ونستفيد من الخبرات الموجودة في الميدان. إذن هي عملية ربط ما بين المدرسة والإدارة المدرسية والأسرة. صح. الطالب والإدارة المدرسية والأسرة، بس شلون بربطهم؟ زين، احنا لو نتكلم على البوابه يعني الحين انت كأب، بمشي وياك خطوه خطوه، انت كأب شنو يهمك ولا كيف تقدر تتابع الطالب ولا تتابع ولدك؟ واحد ودك تعرف سلوكياته. صح. ودك تعرف هل هو ملتزم في المدرسه ولا لا، ودك تعرف هل هو شنو عنده باشر هومورك، شنو عنده من اختبارات، شنو عنده من الدروس اللي ممكن ياخذها، يبين عنده شنو درجاته. يعني اعطيك مثال، في ناس كانوا يستخدمون البوابه، احد الامهات بنتها اعتقد بالصف اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي، اول ما ترجع البيت من اول الايام امها شو تقول لها؟ انت باكر ترى عندك الهومورك الفلاني. ايه. يما انت متى جيتي المدرسه؟ ايه. تقول لا لا ما رحت المدرسه، انت ساحره ولا؟ المهم اليوم الثاني نفس الفكره، اليوم الثالث بعدين تقول لها يما انا دريت انت تدشين على الكمبيوتر وتعرفين المعلومات هذه كلها. فزاد الربط بين الاسره والولد، ما يخلي خلينا نقول الابن والابنه يتفاعل اكثر داخل المدرسه لان في رقم وفي شيء يشجعه. اهداف هذه المبادره شو اللي بتوصلوا له فيها؟ الاهداف، الهدف الاساسي اللي احنا نطمح له ان نسخر التكنولوجيا في خدمه الطالب، فاحنا نبي نرفع مستوى وكفاءة الطلاب عن طريق تسخير جميع العوامل هذه الموجودة. الطلاب بس ولا العملية التعليمية ككل؟ بالنهاية العملية التعليمية كلها منو هدفها الأساسي؟ الطلاب. اي احنا نبي ننمي المهارات ونزيد كفاءة الطالب، فاحنا إذا زدنا خلينا نقول مثلا صقلنا ولا زدنا العملية التعليمية ولا بسطناها وسرعناها، بالنهاية الطالب هو المستفيد والمعلم هم راح تساعد بحيث تسهل اموره مع الطلبه. طيب غير قضيه البوابه، الان عندنا امور عديده مثل ما ذكرت، سبوره الكترونيه، الايبادات اللي توزعت والتابلت وغيرها، شلون ممكن انكم تفعلونها؟ زين، بعطيك يعني بقعد بناقشك موضوع. قولي. موضوع جدا 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 بسيط. الحين تخيل عندك طالب باولى ابتدائي ولا ثاني ابتدائي ولا خلينا نقول ثالث ابتدائي. تمام. تبي تشرح له شنو مكه؟ شنو العمره؟
شنو الحرام، كيف الطواف، ايش كثر يبي لك على ما تشرح للموضوع؟ يبي لك على الاقل حصه كامله. واذا جبت له فيديو عن طريق السبوره الذكيه ربطتها بالتابلت، حطيت الكعبه المكرمه، الناس يطوفون حواليها لابسين الابيض، يروحون بعدين الساعه والمروه. دقائق افهمك. دقيقه دقيقتين، فانت وفرت على المعلم جهد، ووفرت على الطالب هم انه ما يمل ولا يتعب وهو يحاول يفهم شغله بسيطه. تمام. الان الموضوع ضروره ولا الموضوع حاجه ولا الموضوع مكملات؟ ليش نبي نستخدم العولمه والتكنولوجيا في الفتره الاخيره واشراكه؟ لان اصبحت امر واقع، ما منا مناص على قولتهم، ولازم ان يعني ان صح التعبير تكون في هذه الاستفاده من هالبرامج. لكن البعض الاخر يقول لك لا والله انا بدخلها فقط لهدف معين، يعني والله مواكبه العصر لا اكثر ولا اقل. اذا بنقول التكنولوجيا مهمة بالتعليم، مهمة بالتعليم، بس هل التكنولوجيا أساس التعليم؟ لا، التعليم هو أساس التكنولوجيا. بس إحنا ليش قاعد نستخدم التكنولوجيا؟ مثل ما قلت لك، واحد نبي نسرع الأمور، نبي نخلي المعلومة توصل حق الطالب بأسرع وقت بصورة جدا 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 بسيطة، نبي نبسط على المعلم الطرق اللي يشرح فيها حق الطالب. يعني أعطيك مثال بسيط، مثال جدا بسيط. أنت إذا تبي تنام، إيش تبي؟ تبي بيت ولا تبي شقة تنام فيها ومكان تقعد فيه؟ طبعا. صح ولا غلط؟ بس المكان هو، لو كان عندك تلفزيون في البيت وكان عندك بلاي ستيشن بتصير القعدة أحلى، صح ولا غلط؟ صح. فقيسها على التعليم، المدارس موجودة والأساس موجود من عمر الدنيا، لكن ما تعلم. عليك نور، لكن الأمور هذه تبسط وتسرع الأمور وتحبب الطالب بالتعليم. بقى قادرين على استخدامها، على تقنينها ان صح التعبير. ودي اتكلم اكثر عن المبادره، فرضت بعض الضوابط، بعض القيم، بعض المعايير. هذا راح يكون دورنا في الوقت هذا. احنا لاحظنا في تفاوت جدا جدا كبير بين المعلمين ومهاراتهم. اعطيك مثال، يعني في ام زميلي واخوي، فقاعد تقول لي ودي، هو ساكن بالنزهه وقتها، فيقول لي ودي انقل بنتي لي صباح الاحمد. اقول له ليش؟ انت يعني من النزهه لصباح الاحمد؟ من النزهه لصباح الاحمد، ليش؟ تتابع معلم شلون يستخدم، شلون طريقه التعليم التفاعلي، يستخدم التكنولوجيا، مع انه شغلات جدا جدا بسيطه. فتخيل ان التجربه اللي عند الشخص هذه ننشرها عند المعلمين كلهم. أيه. فالاماكن راح تحب التدريس. عليك نور. فهذا معلم واحد غير نظره اللي من نزهه، قلت على ودي الصباح الاحمد على اساس الشغله هذيك. تمام. فالان اهميه الربط، قبل الله اسالك عن الربط، خليني اسالك مهندس، المستفيدين، الجهات المستفيدة من هذه المبادرة منو؟ الطالب كأساس، عندنا ولي الأمر مستفيد، عندنا المعلم مستفيد بصورة كبيرة، وعندنا الإدارة المدرسية هم مستفيدة من هذه المبادرة كزيادة إنتاجية. عليك نور، زيادة إنتاجية، كيف الإدارة المدرسية تتابع عن طريق البوابة، تتابع شنو من المعلم اللي عندي متفاعل، من المعلم الغير متفاعل، وإذا بتواصل مع المعلمين عندي كيف أتواصل وياهم في أسرع وقت. بس تقريبا يكون إلكترونيا، يعني متفاعل بناء على استخدامه للتكنولوجيا، صح؟ عليك نور، يعني كيف أنه يستخدم، شنو الشغلات اللي قاعد يرفعها، كيف التجاوب بينه وبين الطلبة. قابلة للتطبيق مهندس عندنا بالكويت؟ في بعض المدارس، مدارس كثيرة والله، اللي متفاعلة مع الأمور هذه، وعلى قولتهم الأمر يمشي تدريجيا. إذا الشغلة صارت ناجحة بمكان واحد ممكن تنجح في أماكن ثانية، بس أنت كيف توصلها بالطريقة الصحيحة بحيث أن المعلم يتقبلها والبيوت تتقبلها والطالب هم يتقبلها. تمام. هل ممكن أن نجد في هذه المبادرة من صح التعبير دروس خصوصية، مناهج معينة تسهل على الطالب أكثر، تغنية عن قضية المعلم، كنوع من التنشيط الذاكرة، كنوع من طعن بذات حول درس معين، فيها دروس راح تأخذها؟ هذه يمكن من أهم الأمور اللي راح نركز عليها بهذا الفترة، هو إثراء المحتوى الإلكتروني داخل البوابة. راح نعتمد على الشغلات اللي ممكن تنتجها الوزارة، نعتمد على الأمور ممكن الخارجية بس تكون معتمدة ومتماشية مع أهداف وزارة التربية، أن نجمعها مكان واحد بحيث أن الطالب ما يقعد يدور ويحوس على ما يوصل حق الشغل اللي يبيها. وراح نعتمد على شيء ثاني، أن ننمي مهارات المعلمين، أن كيف هم ينتجون المواد العلمية ويحطونها
في البوابه ويصير شيرنج بين المدرسه هذه والمدارس الثانيه، بحيث ان اذا المدرس عمل ماده علميه ليش انا كمعلم ارد اعملها مره ثانيه؟ لا اسوي شيء ثاني، هذا يستفيد وهذا يستفيد، اذا هذا عامل شيء ممتاز اخذه عليك نور. وبيني وبينك ترى العمليه التعليم هو اساسها شنو؟ اساسها الشيرنج، هو المشاركه. انا عندي علم ابي اعطي العلم حق شخص ثاني. ممكن نستفيد باكر حتى نتائج الاختبارات وغيره. هذه هذه موجوده فعليا. هي موجوده فعليا بالبوابه، لكن الان شنو ممكن من الافكار الجديده اللي تنضاف للمبادره؟ اعطي كل خبايا المبادره شنو؟ هذه الخبايا كبيره، خبايا كبيره. انا بعطيك بعض الشغلات البسيطه، يمكن من الامور اللي هم بنركز عليها بهذه الفتره. انت قلت لي على سالفه الدرجات، درجات احنا الحين قاعد نحطها بشكل عام. بس انت تخيل اذا بالسيستم، يعني انت كمعلم تبي تقيم ولا كموجه تبي تقيم الطلبه عندك في موضوع معين، مهاره معينه، كفاءه معينه، تبي تقيمها بسرعه بلحظتها. اذا بتقعد بتمشي على الطرق العاديه والتقليديه والدفتر راح ينتهي السمستر وانت للحين ما خلصت. انت كلك واحد عندك بالسيستم، حطيت السؤال، حطيت بعض الشغله، نشرت خلينا نقول السؤال هذا اللي يخدم الكفاءة الفلانية، الطلبة راح تحل والمعلم راح يحل. هني تطلع لك ستاتستيك ان ايش كثر مدى استيعاب الطلبة حق المهارة والكفاءة الفلانية. فهني تعرف هل عندنا خلل في شرحه ولا ما عندنا خلل في شرح الامور هذه. واحنا اساسا نفعل جميع الامور هذه كلها راح نعمل طبعا امور كثيرة. مثل واحد، راح يكون عندنا اكثر من 40 ورشة معلمين حق المعلمين. تمام. على كيف ان نستخدم التكنولوجيا. جميل. كيف اني اعمل مواد علميه تخدم الطلبه. والشغله الام راح تكون في عندنا ندوات، اكثر من 4 ندوات راح نجيب افضل المعلمين اللي هم صدق افكتيف على الكلاس. اللي مثل ما اثروا على صاحبي راح نجيب ونجمعهم ونفتح ندوه مفتوحه بحيث ينقلون الخبرات اللي عندهم حق المعلمين الثاني والمدارس الاخرى. والشيء الثالث راح تصير مسابقات لافضل مدرسه تفعل التعليم الالكتروني، مسابقات لافضل معلم يحيي ولا يثري المحتوى، لافضل طالب يستخدم الامور هذه كلها. فراح تكون في فعاليات كثيره على اساس ننشط هذا الامر. الان رفع المستوى ان صح التعبير الطاقه الانتاجيه للطالب نفسه. البعض يقول لك ماشي برنامج في مميزات، في خدمات جميلة جدا تساهم وتساعد المعلم والطالب في إثراء المنهج، لكن يبقى جانب تحفيزي للطالب. شو ممكن أن نمسك العصات من النص، ما نخليه يعتمد على الآيباد في دروسه فقط، لكن بنفس الوقت ممكن أنك تستعين فيه. ممكن نلاقي ورش للأطفال، ممكن نشوفكم في وزارة التربية في المدارس. إن شاء الله. احنا يعني بالسابق عملنا كثير من الورش حق أولياء الأمور وهم للطلبة، تحفيزهم على استخدام البرامج التكنولوجية واستخدام البوابة الإلكترونية وكيف الاستفادة منها بالطريقة القصوى. فإن شاء الله راح نعمل بعض الورش وراح نسوي فيديوهات تعريفية وتشويقية، أن تقول لك كيف يستخدم الأمر هذا وشنو الفائدة اللي ممكن تحصل عليها. يعني ممكن تقعد تدرس 10 ساعات، زين ممكن تدش المكلف ناي تدرس نص ساعة ما تعادل 10 ساعات، تخلص شغلك روح العبر. طيب الكلام كله جميل، متى راح يطبق؟ احنا بدايتنا السمستر القادم اذا الله كتب، يعني من شهر 9 راح تبدا الانطلاقه وتبدا المسابقات وتبدا الورش لنهايه السنه الدراسيه من 2000 يعني راح تكون 2017 2018. مهندس راح اخذ منك الخطه واضحه، الخطه القادمه للسمستر القادم، تطمينات الاهالي اللي يحب الفكره. خلينا نعرف شو اللي بيصير بالضبط السمستر القادم، بس بعد اذنك فاصل قصير ومستمرين معاكم، فاصل نرجع لكم. حلو، حاود لكم مشاهدينا الكرام، مستمر بالحديث مع ضيفي صاحب المبادره الوطنيه للتعليم الالكتروني المهندس عبد العزيز الفرحان. حياك الله مهندس مره ثانيه. قبل الفاصل كنت تكلمنا عن هذه المبادره بشكل واضح، الان السؤال فعليا على ارض الواقع. قلت لي السمستر القادم او بدايه الفصل القادم راح نبدا نشوف المبادره تطبقت ان صح التعبير، الموقع يكون فعال في كل وقت. شنو اول خطوه راح تقومون فيها؟ اول شيء من الاعمال اللي راح نقوم فيها مركز المعلومات تفعيل البوابه في المدارس
هي البابا خلينا نقول موجوده بس كيف انها تفعل مره ثانيه داخل المدارس، كيف انها تحط لك خلينا نقول مثلا رابط اتصال في كل مدرسه يشرف على تفعيل، يشرف على ادخال الداتا. الخطوه اللي بعدها راح تصير هي الورش التشجيعيه والتعليميه حق منه؟ اولياء الامور. حق اولياء الامور والمعلمين. حلو. ان كيف نشطهم؟ المعلم كيف انك تستخدم البرنامج في افضل وسيله اساس توصل معلومه زينه حق الطالب؟ انت يا معلم كيف انك راح تستخدم البرنامج وراح توفر وقت مستقبليا؟ يعني هذا الامر راح يساهم في توفير الوقت لك مستقبلا، انك ما تعيد ادخال مره ثانيه، ما تتعب في التحضير مره ثانيه، خلاص امورك موجوده مرة. وخاصه اذا كان في شيرنج بعد بين المعلمين او بعد يتعاونون، الحياه حلوه راح تصير، الحياه حلوه ما راح يصير في تواكل. شلون تواكل؟ يعني ابي المعلم المدرسه الفلانيه هو اللي يسوي، ايش حق اسوي انا؟ انطر علي يومين يسوي واخذه انا اسوي شير وينتهي الموضوع، ولا في منافسه للي يسوي بالنهايه؟ احنا مثل ما قلنا لك راح يكون في نفس المسابقات بحيث ان افضل معلم وافضل مدرسه تنشئ دروس ومتفاعله راح يكون لها تكريم، وغير ان هم الوكيل راح يكون مطلع منه الشخص اللي مشتغل، منه الشخص اللي ماشي على الروتين. الامر الثاني اللي عندنا هم مهم راح يكون في البوابه، مساله مدير المدرسه راح يعرف منو اللي متفاعل من المعلمين اللي عنده، صح، منو الطلبه اللي قاعد يمدحونه واللي مو قاعد يمدحونه، منو اللي عنده طلبه وايد متفاعلين وياه بالسيستم واللي مو متفاعلين وياه، منو اللي قاعد يرفع دروس واللي مو قاعد يرفع دروس. فيعني في امور راح تبين عنده تقييمات، ممكن الاهم مدير تشغلك ساعه مدير المدرسه انه يكافئ النشيطين اللي عنده في المدرسه. ومنطقيا الوزاره عندها الاكسس الدخول واطلاع على المعلومات، عندها كافة المعلومات. في سرية ممكن تكون هناك سرية لبعض المعلومات؟ بالنهاية المعلومات هي نتائج ملك، مثلا نتائج ملك الوزارة. يعني المعلومات هذه كلها ملك الوزارة وموجودة في برامج الوزارة، ففي شيء اللي ما أقدر أقول سري لأن هم النتائج يعني بالنهاية تروح حق كل الطلبة، وكل المدارس لازم يكون عندهم علم إيش قاعد يصير هم عندهم بين الطلبة. أنا كمدير مدرسة يهمني أعرف نسبة الغياب، يهمني أعرف نسبة النجاح أساس أخذ الاحتياطات وأعمل شنو اللي ممكن يطور مدرستي أساس لا يصير عندي دروب. أنا بارتفاع ما بيدروب. صح. أبي أسألك أيضا مهندس، في اللحظة اللي فكرت فيها بهذه المبادرة وشاركت الأخوان في وزارة التربية لتنفيذ هذه المبادرة، شنو كان حلمك؟ شنو كان ببالك من طموح؟ شنو الصورة اللي كنت تشوفها؟ حلمي أول شيء أن أخدم ديرتي وخاصة قطاع التعليم، أن قطاع التعليم يعتبر من أكبر القطاعات، وأبي أبسط العملية التعليمية، وأبي أشوف كل من على قلب واحد، ما أبي أشوف المعلم بوادي ولي الأمر بوادي والطالب بوادي. وكان حلمي أني أشوف أن الطالب التعليم حلو وناسة رايح أستمتع يستمتع بسيط، هذا هو. فهذا كان هدفي الأساسي، خاصة أني لما كنت دارس برا شفت الأمور هذه وشفت تأثيرها الإيجابي على الجهات الثانية. يعني أنا أولهم بالجامعة، لما كنت بالجامعة لما أشوف درجاتي أونلاين، لما كنت أسلم الهومورك أونلاين، فكان قاعد سهل أموري بدل أروح أتعنه وأعطي الدكتور دور لك مصفط وماكو سيارة وروح 30 دقيقة مشي 30 دقيقة، مع أن الجو حلو كان زين، حلو المشي. هذا وين هذا؟ إلينوي، أنا متخرج من إلينوي. طيب مهندس، ردك على اللي يقول لك والله هو كلام جميل لكن تطبيقه على ارض الواقع صعب جدا، بعض المدارس يمكن لا تلتزم، بعض الطلبه يمكن ما يملكون ذيك الخبره عشان والله اخذ الهومورك واخذ شغلي كله من الموقع، بعض الاهالي يمكن يمنع حتى ابنائه من استخدام التكنولوجيا، خصوصا ان تطبيق هذه هي المبادره راح تكون على كل المراحل الدراسيه. شو راح تواجهون هالشيء؟ واحد اصابع ايدك مو مثل، صح، أصابع عيدك مثل، فأنت مستحيل أنك ترضي جميع الأطراف، بس أنت بنهاية شنو دورك؟ دورك أن توصل الأفضل حق الجميع، بس عاد من اللي يستفيد راجع على الشخص اللي ممكن يستخدم شغلة الفلانية، قدم لك خدمة بالنهاية بعدين أنت كيفك تستفيد منها عليك نور، بس أنت لما تحفز وتشجع وهو يشوف أنت إيش أقول لك الناتج منها، وخاصة لما يقارن نفسه مع مدارس ثانية. اليوم نبدي بواحد، باكر راح يكون 10، اليوم اللي بعده راح يصيرون 100 200، وهذا اللي بنوصل له. نكمل فيها. اخيرا وليس اخيرا ودي اسمع منك كلمه، رسالتك في ظل هذه المبادره، في ظل هذا الطموح الموجود عندك ومع الاخوان في وزاره التربيه، رسالتك اخيرا شو تحب تقول؟
قبل رسالتي أول شيء أقول مشكور أخوي ضاري، وأشكر قناة المجلس على دورها الكبير في نشر هذه الأفكار وتوعية الناس. التفاؤل حلو، وكل واحد يجتهد بالأمر اللي هو فاهم فيه ويتعاون مع غيره، هذا اللي راح يوصلنا حق النكس ليفل، وهذا اللي راح يساعدنا، وإن شاء الله الجاي حلو، وأنا متفائل بشكل كبير، خاصة أن العوامل كلها متوفرة عندنا الحين من المعطيات داخل الوزارة، باقي فقط التفعيل وتعاون الجهات الثانية ويانا. يا رب، نتمنى لكم كل التوفيق. كل شكر لك صاحب فكرة المبادرة الوطنية التنموية للتعليم الإلكتروني الأستاذ والمهندس عبد العزيز الفرحان. شكرا على تلبية الدعوة مهندس، حضورك معنا في الاستديو أعطانا من وقتك، ساك القوة أمانة. قد تكون هذه الفكرة بالبداية كانت حلم، مجرد فكرة، مجرد تمنيات، لكن على أرض الواقع أصبحت هي إن صح التعبير واقع. في الأشهر القادمة سيتم تطبيقها لعصر إلكتروني تعليمي مميز بمعنى الكلمة، يرتقي بالطالب ويمتع قبل الله يعلمه.